داخل المعهد القومي للأورام هناك قسم خاص للأطفال، وزي ما حضراتكم كده شايفين تم تزيين المكان بشكل اللي هو يحاول يدخل البهجة والفرحة في قلوب الأطفال الموجودين هنا داخل المعهد. أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. حضرتك منين؟ من اليمن. من اليمن. بقالك قد إيه هنا؟ أربع شهور. جاية مخصوص للمعهد ولا عايشة هنا في مصر؟ لا، جاية مخصوص عشان المعهد وعلاج. أهلا، إزيك؟ عامل إيه؟ ربنا يحفظه يا رب ويحميه. طمنينا عليه وطمنينا على صحته، ويعني هنا الناس برضو يعني بتعاملوا معاه إزاي؟ الحمد لله صحته كويسة، والناس هنا ما شاء الله كويسين، والدكاترة ما شاء الله كلهم الحمد لله. الحمد لله. مقيمة قاعدة هنا معاه؟ احنا قاعدين هنا عشان بس علاج ونرجع اليمن. يعني حضرتك جيتي من اليمن علشان خاطر عشان العلاج؟ هو عنده سرطان في الدم واجينا عشان العلاج. ربنا يشفيه. بس لما ان شاء الله يخف ويكون كويس ان شاء الله. ايه بس كله تمام؟ هو ماشي كويس والعلاج الحمد لله، ووضعه تحسن والحمد لله، هو الحين تمام. اللهم لك الحمد. اهلا اهلا اهلا. سوز يعني مخدود شويه. نروح كمان نشوف برضو يعني احد المقيمين. حضرتك قاعده هنا مقيمه هنا، برحب بك. انا سهم. عامله ايه؟ ام محمد. حضرتك بقالك قد ايه هنا؟ بتيجي هنا مع ثلاث شهور. طمنيني على حالته. الحمد لله في استقرار. الحمد لله. عنده ايه؟ سرطان في الدم. ربنا يشفيه يا رب ويعافي. بقالك ثلاث شهور قاعدة بيه هنا، بتروحي البيت ولا قاعدين؟ قمت شهر وبروح وبرجع. لما جيتي هنا المكان طبعا حضرتك جيتي اكيد بعد التجديد اللي حصل، بس كان في اي صعوبة في الدخول؟ كان لا طبعا، انا جيت لقيت الدكتور صراحة خالد كان في استقبالي، وصراحة وقفة جامدة معايا، وصراحة ما سابنيش حتى ما اطلع اعمل اشاعة واتأخر شوية اتلاقيه صراحة جاي انت فين، ويدخلني المكان اللي انا هعمل فيه الاشاعة، وصراحة وقفوا معايا وقفة جامدة. ربنا يبارك له ويديله على قد نيته صراحة. ربنا يبارك لهم كلهم. عندك صعوبه في اي حاجه؟ لا الحمد لله، وقفوا معايا صراحه كلهم وقفه جامده الحمد لله. عندك اطفال تانيين؟ معايا ولد في البيت بقى. في البيت. نعم. ربنا يحفظه لك. معاكي بس اتنين صح؟ معايا ولدين. ومحمد اخباره ايه؟ طمنيني عليه، صحته دلوقتي بقى احسن؟ الحمد لله في استقرار. الحمد لله. هو نايم؟ ممكن اتكلم معاه؟ محمد هو تعب يعني نايم. لسه واخد دلوقتي حقنه في الظهر، فواخد بنك، فهو لسه بيفوق. ربنا يشفيه لك يا رب ويعافيه ويحمي كل اطفالنا يا رب، ويحفظهم ويحميهم. يعني حضراتكم متخيلين انه هذا المكان المعهد القومي للاورام هناك اطفال بتتعالج، والحادثه الارهابيه اللي حصلت في اغسطس 2019 انتم متخيلين يعني صدمتهم وخوفهم لما سمعوا الانفجار. ساعتها كانوا حاسين بإيسع يعني وقت في الوقت ده. طبعا الحمد لله احنا طوال السنة اللي فاتت تم تطوير المكان، تطوير على قدم وساق، الناس شغالة خلية نحل، وزي ما حضرتكم كده شايفين يمكن احنا داخلين غرفة واحدة، ولكن هذا الدور هنا في اكتر من غرفة. تم تجديد المكان بالكامل زي ما انتم شايفين كده، الحوائط كلها مزينة علشان خاطر تسعد الأطفال، فربنا يحفظهم يا رب ويعافيهم ويشفي كل أطفالنا يا رب.